رأيك أن تصعد إلى السماء؟ حتى لو صعدت إلى السماء وفتح لك طريق لن نؤمن حتى ترجع من السماء بكتاب نقرأه، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ينفتح لك طريق ونراك تصعد إلى السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. رد عليهم عليه الصلاة والسلام وهم جلوس، قال لهم: سبحان الله، إنما أنا بشر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا، هل كنت إلا بشرا رسولا. ثم تركهم وانصرف عنهم عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغهم حجة ربه جل وعلا. كلما تحدى المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم بما يريدون، بل هزمهم عليه الصلاة والسلام بحجته ومنطقه. أوذي وعذب، لكنه كان يستعين بقيام الليل في الصبر عليهم، والله عز وجل أنزل عليه: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أي أنهم يستبعدون أن تقوم الساعة ويسألون ويبعثون، لكن الساعة قريب، فاصبر يا محمد. لما رأى المشركون أنهم لن يستطيعوا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما طلبوا منه طلبا أفحمهم بحجته. نزل القرآن يرد عليهم، قالوا: ليست لنا حيلة إلا أن نذهب إلى أحبار اليهود في المدينة، وأي شأن لأحبار اليهود هناك؟ قالوا: نسألهم، نستعين بهم على محمد وأصحابه. الله أكبر، منذ متى يا كفار قريش تستعينون بأحبار يهود؟ وأي علاقة بينكم وبينهم حتى تستعينوا بهم على محمد الذي كنتم تسمونه الصادق الأمين، وهو سيد من ساداتكم؟ فأرسل كفار قريش النضرة ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار اليهود. خرجوا من مكة، توجهوا إلى المدينة ليسألوا أحبار يهود: ماذا نصنع بهذا الرجل وما حقيقته؟ فلما ذهبوا إلى أحبار اليهود وجلسوا معهم قالوا: ماذا تريدون؟ قالوا: نسألكم عن رجل بيننا يزعم أنه نبي، اسمه محمد ابن عبد الله، واليهود يعلمون أن هذا هو زمان النبي، بل عندهم أوصافه في توراتهم وفي كتبهم، يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم، لكنهم حسدا وغيظا أن لم يخرج محمد بينهم. قالوا للنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط: سلوا هذا الرجل 3 أسئلة، فإن أجابكم فهو نبي، أرادوا تعجيزه، وإن لم يجبكم فهو يتقول، فعلوا به ما تشاءون. قال: وما هذه 3 الأسئلة؟ قالوا: السؤال الأول، اسألوه عن فتية في الدهر غابوا، أمرهم عجب، فقط هذا السؤال: فتية غابوا في الدهر وأمرهم عجب، أي فتنة وأي فتية هؤلاء؟ السؤال الثاني، قالوا: سلوه عن رجل طواف في مشارق الأرض ومغاربها، من هذا الرجل الطواف؟ والسؤال الثالث، قالوا: سلوه عن الروح، ما هي؟ ما هذه الروح؟ إن أجابكم على هذه الأسئلة 3 فهو نبي، وإلا هو رجل يتقول عليكم، فافعلوا به ما شئتم. أخذ الأسئلة النضر وعقبة وعاد إلى مكة بها.
جاء الكفار يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأسئلة الثلاث: عن الفتية الذين غابوا في الدهر وأمرهم العجب، عن الرجل الطواف في الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سأجيبكم غدا. فذهب ولم ينزل الوحي. جاءوه في الغد، قالوا: أين الإجابات؟ قال: أجيبكم غدا. فلم ينزل الوحي 15 يوما وهو يقول لهم: أجيبكم غدا، ولم يأتي وحي يجيبه على هذه الأسئلة، حتى بدأ الكفار يشككون الناس: انظروا كيف أعجزنا محمدا عن الإجابة. والرب عز وجل أراد أن يعلم نبيه أنه إذا قال غدا أن يقول إن شاء الله، لكنه نسي. فجاءه جبريل بعد 15 يوما وقال له: أين إجابات هذه الأسئلة؟ لما تأخرت؟ قال جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ثم قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي قل إن شاء الله يأتك الجواب من عند الله جل وعلا. أما الأسئلة الثلاث فأنزل الله إجابتها. أما الفتية الذين غابوا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ونزلت سورة الكهف تجيب النبي عن الفتية الذين غابوا في الدهر. أما عن الرجل الطواف قال الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ثم قص عليهم قصة ذي القرنين. قالوا له: وأما الروح؟ فأجابهم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بهذه الإجابات الثلاث ألجم الكفار هذه الإجابات. بدأ القرآن كلما سأل الناس سؤالا أو أثاروا شبهة القرآن يجيبهم. بل إن أبا جهل لما سمع قول الله عز وجل عليها 19، أي على النار 19 من الملائكة الزبانية، أخذ يستهزئ ويسخر، قال: 10 عليكم والباقي علي أنا. فأنزل الرب عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. الأمر ليس كما يتصور، إنهم زبانية، إنهم ملائكة جهنم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. كلما أثاروا شبهة نزل القرآن يجيبهم. بل إن رجلا اسمه النضر بن الحارث كانت عنده مغنية قانية، كلما رأى إنسان يدعوه النبي للإسلام أرسل مغنيته إليه تطربه وتلهيه عن القرآن. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. بل أكثر من هذا، كانوا إذا سمعوا النبي يقرأ القرآن أخذوا يصرخون ويتكلمون حتى يشوشوا على الناس سماع القرآن، يعرفون أثر القرآن في الناس. وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما تركوا شيئا إلا وأثاروا شبهة، وما سألوا سؤالا أو أثاروا شبهة إلا وينزل القرآن يفحمهم. حتى رأوا النبي يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، قالوا: كيف يكون نبيا ويمشي في السوق؟ كيف يكون نبيا ويأكل الطعام؟ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الله أكبر، حتى الأكل لا تريدون منه أن يأكل، حتى المشي في الأسواق أنكرتموه عليه، لكن القرآن كان للمشركين بالمرصاد. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله.